نتكلم شويه عن الاداره التحكيميه لماتش الاهلي وسيمبا. معانا على التليفون كابتن ناصر عباس الخبير التحكيمي. كابتن ناصر صباح الفل على حضرتك واهلا بيك معانا في 10 الصبح في الاهلي. صباح الخير يا كريم، وصباح الخير على الهواند والكابتن الكبير الكابتن ماهر همام نجم يا كابتن ناصر. اهلا بحضرتك. صباح الهنا يا كابتن ناصر، كان لازم تكون معانا بصراحه لان مهم نقرا يعني الصوره من حضرتك لان اختلف فيها الاراء. كنا لسه بنتكلم انا وكريم عن الموضوع ده، ناس قالت لك كان ماتش رائع جدا وما فيش مشاكل تحكيميه يعني او تكاد تكون قليله جدا، والبعض الاخر قال لك لا هي مباراه رائعه جدا تحكيميا، فكنا لازم نعرف وجهه نظر حضرتك طبعا. اولا يعني ما اعتقدش ان حد اختلف في اداء الحكم الهوان، خاصة في الدقيقة 34 ركلة الجزاء الصحيحة اللي هي أنا لحد دلوقتي أنا مستغرب الحكم يعني ما حسبهاش، وعلى الرغم من الجوار استدعاه في الحالة ديت، حالة من أسهل الحالات التحكيمية اللي هي ركلة جزاء صحيحة. الغريب إن الحكم كان قريب جدا جدا يعني هوان، وعنده زاوية رؤية واضحة جدا، يعني ما عندوش أي مبرر إن هو ما يحتسبش الجزاء. ومع ذلك كان عندنا على الجوار الحكم الجزائري برهام استدعاه في اللقطه ديت وجابه، والحاله واضحه جدا، الركل المدافع سيمبا لكهربا في كهربا لاعب الاهلي، وجاب له افضل لقطه، يعني الجوار جاب له افضل لقطه للمخالفه، للاسف الحكم راح شاف ورجع ما حسبش ركله الدفاع. الحكم يعني نتكلم عن التحكيم، دي حاجه انا بستغرب لها، يعني هذا الحكم يعني انا يعني لجنه الحكام المفروض زي توقف مرتين، يعني ما توقفش مره واحده. مره لان هو كان قريب جدا وعنده زاويه رؤيه واضحه وما قدرش يقدر المخالفه طبقا للقانون وفهم القانون، المره الثانيه لما الفار استدعاه. هو انا اسال سؤال، هو الفار حضرتك موجود عشان ما حضرتك؟ بالظبط، والله كلنا عايزين نعرف، لان بتحس برضو كابتن ناصر بعض الحكام بيحسوا ان دي حاجه تقلل من هيبتهم مثلا او من مكانتهم، بالعكس يعني مفيش حاجه اسمها كده خالص، انا دي مش فاهماها حقيقي. بالظبط كده نهوان، هو الحكم احيانا بيبقى ليه، هقول لحضرتك ليه، نقطه مهمه قوي، هم بيحاسبوه على ان هو لما بيروح للفار معنى كده انك انت في التقييم بتقل في الدرجه، خاصه لو الفار غير لك القرار. وده مفهوم المفروض يبقى الاتحاد الافريقي حريص عليه، ان هو يفهم الحكام الوصول للعداله افضل من انك انت تاخد تقييم عالي في المباراه. ولكن زي ما حضرتك قلت كده، هو اللي بيبقى رايح للفار هو بيبقى يعني حزين، لان هو بيحاسبوه على الاخطاء ديت. كل ما الحكم راح للفار يا نهوان بيقل في التقييم، يعني كل مره بيروح لي فيها الفار للمراجعه هنا في التقييم، التقييم للحكم بيقل في الدرجه، وبذلك انا المفروض انا فاهم الحكم مش مشكله لما تروح للتقييم، المهم انك انت تبقى في عدل. صحيح. هقول على حضرتك حاجه مهمه جدا، والكابتن ماهر همام وكريم معايا، كان معمول كورس للاتحاد الافريقي للحكام المحترفين اللي هم هيحكموا اللي هم دوري السوبر، الكورس لسه يعني كان في شهر 10، يعني انا بستغرب لما يكون في كورس ليكم والمفروض انتوا كلكم كحكام وحكام فار المفروض توحيد القرارات في المعايير، لما يختلف الحكم بقى مع حكم الفار في لعبه واضحه جدا جدا، السؤال يعني هو انتوا كنتوا في الكورس بتاخدوا ايه؟ يعني دي مشكله الحكام للاسف الشديد، عاوز اقول ان الحكم كمان شخصيته ما كانتش على مستوى المباراه، سمح بالاعتراضات كتيره قوي 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 لعيبه سيمبا على اي قرار كانوا بيعترضوا على قراره، وما كانش بياخد اي اجراء في الملعب. هو احنا ليه يا كابتن ناصر بشكل عام، وانا هنا مش بتكلم على الماتش ده والاداء التحكيمي فيه ولا حتى على البطوله دي بعينها، انا بكلم حضرتك افريقيا، ليه عندنا يعني نوعيه معينه من الاخطاء التحكيميه غريبه شويه؟ يعني بطبيعه الحال في اكيد مساحه كافيه لوجود مثلا ايه عدم تقدير الموقف مظبوط، ما كانش واقف في زاويه تسمح له بالرؤيه، في مساحه للاخطاء البشريه بكل حال من الاحوال، لكن نوعيه الاخطاء التحكيميه افريقيا ما تلاقيهاش غير افريقيا، ليه؟ شوف كريم اقول لك على حاجه مهمه جدا، وهو لجنه الحكام في افريقيا مستعجله قوي 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 على الحكام. بمعنى ايه؟ احنا عندنا حكام، طبعا انت عارف التحكيم بيبقى الحكم ليه خبرات كبيره، عنده موهبه كبيره، هم مستعجلين ان هم يطلعوا صف تاني بسرعه صغير السن عشان خاطر يقولوا ان احنا بنشتغل بشكل واحد. الحكم خلي بالك زيه زي اللاعب، محتاج ياخد فتره، محتاج ياخد خبره، محتاج ان هو ياخد ثقه، ودي مهمه جدا جدا جدا.
هقول لك على حاجه مهمه، يعني هذا الحكم اللي هو الموريتاني ده حميده، يعني كان عنده فرصه كبيره جدا جدا في ظل وجود المباراه الافتتاحيه، وجود رئيس لجنه الحكام كولينا موجود، كان موجود، كان عنده فرصه كبيره جدا جدا ان هو يعني يعبر عن مستواه ويقدم ريوت كويس قوي قوي قوي. ما كانش ليه حج ابدا ابدا بهذا المستوى. المشكله في ايه؟ ان الحكم اتفاجئ بالمباراه، مباراه كبيره، مباراه جماهيريه افتتاحيه، وبالتالي كان اعتقد ان هو ما كانش عنده ثقه في نفسه. وزي ما قلت حاجه مهمه جدا، الحكام الخبره في هذه المباريات لابد ان هم يعني لجنه الحكام تعينهم، لان لو هنقول ان هذه مباراه فاصله وركله جزاء مليون في الميه صحيحه ما تتحسبش في مباراه، ممكن كانت، وهي اثرت على فكره في النتيجه، على فكره لما يكون 2-2 هنا خطا اثر في نتيجه المباراه. لو النادي الاهلي كسب المباراه بنقول ان خطا تحكيمي بس مش مؤثر، ولكن هذا الخطا طبعا اثر بكثير، لان احنا بنتكلم في الدقيقه 34 وركله جزاء لم تحتسب. بشكل عام التحكيم في هذه المباراه ما كانش جيد. الحاجه الثانيه على فكره، الحكم حكم ثلاث مباريات للنادي الاهلي. المباراه الاولى كانت مباراه في دوري ابطال دور المجموعات، كانت الموسم الماضي، كانت النادي الاهلي ونادي الهلال السوداني، وحصلت مشاكل كثيره جدا جدا، لم يعني يوفر الحمايه والبيئه الامنه للاعبي الاهلي. المباراه الثانيه اللي كانت في الترجي، وكانت المباراه دي لينا ركله جزاء ايضا لبيرسي تاو لم تحتسب. دي المباراه الثالثه اخطاؤه مع النادي الاهلي قررت اكثر من مره. تحكيم عندنا في افريقيا لابد ان هو يبقى في تطوير بشكل جدي، واحنا ما نستعجلش على الحكام في ان احنا نديهم مباريات، خاصه المباريات الكبيره. كلام محترم ويعني ومتكرر برضو، ان احنا فعلا الدعاوى اللي عمالين نقولها والاماني اللي عمالين نقولها كابتن ناصر، للاسف يمكن انا فاكر مكالمه حضرتك كمان الاخيره كويس جدا، اتكلمت في كذا نقطه مهمه وقلنا يا رب لا تكرر او ما نشوفهاش في المباراه القادمه، ولكن للاسف الشديد تم تكرارها، واعتقد هيتم كمان تكرارها في المستقبل لغايه لما يتم حسم هذا الملف تحديدا، سواء بنتكلم على التحكيم المحلي او حتى التحكيم الافريقي، لان هو فعلا محتاج غربله بشكل كبير. بشكرك جدا جدا على هذه المداخلة خبير التحكيمي كابتن ناصر عباس.